وعجل فرجهم، وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا مع زوار الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يكتب الله عليهم السلامة وقبول العمل. أصبحت زيارة الأربعين بعد الاستحباب التاريخي، أصبحت واحدة من أهم التجمعات البشرية على مستوى الكرة الأرضية. مرت بفترات الحرب والمضايقة المنع، الآن تعيش حالة من تهديد من الإرهابيين، ولكنها آخذة في التوسع على مستوى الأعداد البشرية التي تقصد الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في زيارة الأربعين. وهذا يضع مسؤولية كبيرة على القائمين والمشاركين في هذه الزيارة، كما وردت توجيهات إلهية في بعض معالم كيفية استثمار الحاج، كيفية استثمار تجمع المسلمين في الحاج. أعتقد أن هذا النوع من التوجيهات هي موجودة أيضا في هذا التجمع الإيماني في زيارة الإمام الحسين. أكيد اليوم أي نظام في العراق هم الأول هو تأمين سلامة الزائرين من الأعمال الإرهابية. الأمور الأخرى من الأمور الثقافية والفكرية والتربوية تأتي في مساحة متأخرة من الاهتمامات، لكن لابد من الالتفات إليها سنة بعد سنة، لأن هذه الملايين التي تزحف إلى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من حقنا كأمة أن نستثمرها الاستثمار التربوي المتناسب مع ثورة الحسين عليه السلام ومع مبادئ الإسلام. ورحم الله من استشهد في هذا الطريق، عشرات من الشهداء سقطوا جراء الأعمال الإرهابية في هذه الزيارة وقبلها. المسيحيون في الشرق بمناسبة ولادة المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام، كان في صوت صدى شوي أكثر من المعتاد، عادي زين. المسيحية أحد الديانات السماوية الرئيسية، وعدد أتباعها ولو الاتباع الإسمي هو أكثر ديانة على وجه الأرض حتى هذه اللحظة. في الإسلام يحتضن الديانة المسيحية، يعني يحتضن النبي عيسى احتضانا كاملا كنبي من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل، ولديه تبجيل وتقدير إلى من يلتزم بالمسيحية، إلى من يلتزم بالمسيحية التي نزلت على عيسى. طبعا يدعو الإسلام إلى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كونه خاتم للرسل ومكمل إلى بقية الرسالات لما فيها الرسالة النبي عيسى، ولكن ما سنه النبي محمد بأمر من الله إبقاء المسيحيين واليهود على ديانتهم إذا اختاروا ذلك.
المسيحية في الشرق هي الأصل، منبت المسيحية والديانات وهذه البلاد الشرقية في بلاد الشام والبلاد العربية بشكل عام. فالمسيحية سبقت الإسلام بستة قرون تقريبا، نبعت من هذه الأرض ولم تنقطع المسيحية عن هذه الأرض أبدا. يعني في البلاد العربية جميعها انتشرت الديانة المسيحية، في فلسطين وفي بلاد الشام بشكل عام، وحتى الجزيرة العربية تواجد فيها المسيحيون قبل الإسلام. كان الغالب من العرب وثنيون، ولكن بعض القبائل وبعض التجمعات البشرية دخلها المسيح. هنا أيضا الأيام بعد في خطاب المنذر بن ساوي التميمي إلى رسول الله يقول لي عندي مسيحيين سوي فيهم، ففي مسيحيين في البحرين في أيام الرسالة. بفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما سنه في المدينة وفي عموم أطراف الدولة التي خضعت إلى سيادة الإسلام في زمنه، أخذ بالبشرية خطوة لحد الآن البشرية تتخبط فيها، ولكنها تسير، بس سير يعني متعب، سير متعب. إقرار حق المعتقد يعني بعد الإسلام أخذنا تقريبا 14 قرن حتى انقر هذا المعنى. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة بالخصوص إلى الديانات المسيحية واليهودية رتب الوضع في السنوات الأولى من الإسلام. هذا الترتيب النبوي هو الذي جعل المسيحية واليهودية يمكن أن تستمر وتستقر في البلاد الإسلامية، وصار تصرف الواضح من الصعب على الحكام وغيرهم أن يتجاوزوا، لذلك آمنوا واستقروا. لا أقول لكم أنصفوا، أن بالغ في الموضوع، لأن غير الطغمة الحاكمة المستبدة التي تسلطت على أبعاد الإسلام في أغلب تاريخها ما في أحد مآمن. حتى بعد لا نقول مسيحيين ويهود وغيرهم آمنوا، ومنه آمن غير الطغمة السياسية، منه آمن عقائديا، منه آمن سياسيا، منه آمن اجتماعيا، منه آمن، ما أحد آمن. السلطة عسفت بالجميع، عسفت بالمسلمين قبل أن تعسف بالمسيحيين وباليهود وبالأقليات، عسفت بالأغلبية قبل أن تعسف بالأقلية. سلطة، احنا عشنا سلطة في الغالب، مو نتحسر على شو اسمه، على فكرة الحاكم العادل، ونتغنى بسنتين حكم فيها عمر بن عبد العزيز، يعني معناه شنو؟ وبعدين تمر على التاريخ كله تبى واحد تلزق فيه الحاكم العادل ما تحصل، يجي عنوان ما نعرف عنه شيء بس على الأقل يقولون حاكم عادل اسمه الظاهر بيبرس ونحطه نلزق فيه. والآن باب النكت وش اسمه، سمعت إلى أحد العلماء محاولة تلزيق الأئمة الاثنى عشر، فيحاول يلزق في الأئمة الاثنى عشر، فبعد ما يمر بالخلفاء الأربعة بعدين يحط إياهم الحسن، يجيب شو اسمه عمر بن عبد العزيز، ما في أحد. بعدين من عمر عبد العزيز يغادر رايح هو الأردن، ما أدري هو أردني، فما اعتبر عبد الله يعني جد الملك الأردني الحالي، ما اعتبرنا من الخلفاء الراشدين. ومشكلة محاولة يعني طرح الأسماء الاثنى عشر إلى حديث رسول الله اللي تقريبا متواتر بين الفرق الإسلامية، ما علينا، ولكن الفكرة الأمة الإسلامية متعطشة إلى معنى الحاكم العادل، فتبحث عنه في أي شخص.
فغياب الحاكم العادل، غياب الحكومة العادلة، أكيد هذا لم يوفر حريات حقيقية واستقرار حقيقي إلى كل المجتمع الذي عاش تحت هذه الحكومات. لكن أعود إلى الفكرة الرئيسية، لولا حديث رسول الله وتنظيم رسول الله ووضوح الإسلام بقيادة رسول الله في حق المسيحيين في العبادة واحترامهم لما تمكنوا من الحياة في المجتمع بطبيعة الحال، بالصعوبات التي عاشوها. استقرت المسيحية في الشرق، المسيحية موجودة في مصر، في العراق، في بلاد الشام، وفي غيرها من البلاد التي دخلها الإسلام. في هذا الوقت يعاني المسيحيون ظروفا صعبة، ليس بفعل الإسلام ولكن بفعل التفسير الخاطئ للإسلام. أكبر التجمعات البشرية المسيحية اليوم في الشرق العربي الإسلامي مصر. المسيحيون جزء من الثورة ومن نضال الشعب المصري. لحد الآن الموضوع المصري لم يتحول ولله الحمد لا إلى النموذج العراقي ولا إلى النموذج السوري، ولكن خطر محدق بمصر، ولا سمح الله إذا انفلتت الأمور، الله لا يقولها، أيضا ستكون أكبر كتلة بشرية مسيحية مهددة. هنا يأتي الانحراف. شوف يعني يسبب مصائب كبيرة جدا. شاهدنا عدد من حرق الكنائس في مصر، الاعتداء على المسيحيين، ولكنها الحمد لله ظاهرة غير متوسعة. كما شهدنا الاعتداء على المزارات الصوفية في مصر وفي كل بلاد المغرب العربي، تونس وليبيا اللي عاشت فيها هذه الثورات، وبالتالي غياب الدولة المركزية وتصرف مجموعات من وحي فهمها القاصر إلى الإسلام تجاه الآخر الذي يختلف معها سواء كان مسلم أو غير مسلم. على مدى أكثر من 10 سنوات غادر نسبة كبيرة من المسيحيين من العراق نتيجة إلى فقد الأمن وعدم قدرة الدولة العراقية الوليدة على توفير الأمن، ليس للمسيحيين فقط، عدم قدرة على توفير الأمن للجميع، لكن المسيحيين أقلية. فلما تقصدها بعض الحركات المسمى بالإسلام وتفجر كنائسها وتهاجم كنائسها، الأغلبية مهما كان يعني الأغلبية تحتمي بشعور الأغلبية، والعدد التفجيرات اللي صارت تجاه الشيعة هي بلا ما في حد، يعني ما تقارن. مع شديد الأسف هيك الوقع الواحد يقوله بس بهالطريقة، أن غالبية التفجيرات العبثية للقتل العبثي كانت موجهة إلى الطائفة الشيعية، مساجدهم، مآتمهم، أسواقهم، مدنهم بدون أي توقف. وبعد ذلك يجي بعض الناس قصر في معالجة الأمر ويقول ماذا فعل الشيعة في العراق. شوف الآن في سوريا أيضا يشهد المسيحيون هجرة إلى خارج الأراضي السورية. يساعد الهجرة المسيحية أن المجتمع الغربي يستقبل هذه المعنى. صحيح في فكرة اللجوء ما تجد تمييز واضح بين المهاجر المسلم والمهاجر المسيحي،
لكن البيئة الاجتماعية في الغرب حاضنة للمسيحي أكثر منها إلى المسلم بسبب التوحد في فكرة المسيحية، وهذا ما جعل مع أن الظروف تقريبا واحدة لا أقول مشابهة، لأن أيضا المسيح في لبنان على مدى الصراع والحرب الأهلية وجدت ضغوطات أحيانا تكون استثنائية وقوية عليهم أكثر من بقية المسلمين، مما زاد من نسبة هجرة المسيحيين اللبنانيين على غيرهم. هجرة المسيحية من لبنان يمكن تعود إلى 150-200 سنة وجود العثمانيين أكثر، ولذلك يشكلون نسبة كبيرة من المهاجرين إلى أمريكا الجنوبية. في الحرب الأهلية من 75 إلى الآن أيضا زادت نسبة الهجرة المسيحية على الهجرة الإسلامية بحكم عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي. الآن نشهد في سوريا هذه الظاهرة، أكثر من 4 ملايين مهاجر سوري طبعا لاجئ، والمهاجر المسيحي في الغالب إذا يهاجر نسبة كبيرة منه ما يرجع بسبب احتضان البيئة التي يذهب إليها. أعتقد أن الحكومات تتحمل مسؤولية مباشرة في إدراك أهمية توفير الأمن إلى المسيحيين في الشرق، وإعطاء توفير الأمن أهمية إلى هذه الشرائح، مو فقط المسيحيين، هني عندما بتكلم لازم يشمل الكلام كل الأقليات. الأمن مطلوب للجميع، لكن الأقلية عندما تفتقد الأمن وعندها طريق مفتوح للهجرة معناه احتمال اختفائها من النسيج الاجتماعي بحيث ما تكون موجودة. الحفاظ على المسيحية في الشرق، إعطائها حقوقها، رؤية ضمن رؤية التعايش العالمي. إحنا نتحمل مسؤولية في الشرق، الغرب يتحمل مسؤولية تجاه المهاجرين المسلمين والمستوطنين والجيل من المسلمين اللي الآن موجودين، ويجب أن تتعايش المجتمعات الإنسانية بهذه الصورة بصورة تكافلية، ما تصير بؤرة توتر أن المسلمين في الغرب يضطهدون والمسيحيين في الشرق يضطهدون، اليهود في البلاد الإسلامية يضطهدون، المسلمين تحت سيطرة اليهود يضطهدون. تصير عملية، فضمن هذه الرؤية تأتي فكرة ضرورة احتواء المسيحيين واحتضانهم وتوفير الأمن في الظروف الاستثنائية من استثنائي. يعني فعلا الكنيسة في بغداد تحتاج إلى حماية أكثر من أي مكان آخر. الكنيسة اليوم في سوريا، منطقة المسيحية في سوريا تحتاج إلى حماية أكثر من أي مكان آخر، مثل كنيسة الصابئة، مثل معبد الصابئة، معبد اليهود، ناس الأقليات يحتاجون إلى حماية. البعد الآخر، استنادا إلى فعل رسول الله، المسيحية محترمة كعقيدة، ما أحد يضايقها كعقيدة، مطلوب أن ترتقي الأمور قليلا إلى دولة المواطنة وترتيب الأمور على أساس دولة المواطنة، ليكون المسيحي واليهودي وغير المتدين بدين الإسلام يشعر بأنه في دولة تحتضن كمواطن، مع بقاء الدولة دولة إسلامية وقد تأخذ منحى في الأحكام ينطلق كليا أو بشكل أساسي من الشريعة أو من الرؤية الإسلامية، إلا أن احتضان بقية المواطنين غير المسلمين تحت عنوان المواطنة في مساواتهم في الحقوق والواجبات أصبح عنوان أساسي في الدولة الحديثة. يجب يعني التقدم إلى ومعالجته معالجة عصرية تتناسب مع روح الإسلام. أجدد المباركة إلى المسيحيين في البحرين وفي الشرق
وفي عموم العالم، ولكم أنتم أيها المسلمون أيضا بولادة المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكحل عيوننا بعودته ونزوله من السماء لنشهد مع المسيح ومع المهدي قيام دولة الإنسان ودولة الحق والعدل في الأرض. تقرير الأمنستي انترناشونال عن الأطفال في يوم 16 ديسمبر ألف 2013 صدر تقرير هام من أكبر منظمة حقوقية، منظمة العفو الدولية، واختاروا يوم 16 حتى يسودون وجهنا، حتى الدعاية اللي بتطلع يوم 16 تنمسح في الأرض. ما بعرف، ما أعتقد أنهم هذا الهدف سياسي بقدر ما هو هدف تسليط الضوء على تقريرهم في مناسبة تتعلق. هذه حالة طبيعية، يعني المنظمات الحقوقية، المنظمات الاقتصادية، المنظمات الإعلامية تسلط الضوء لما يكون في حدث يتعلق باستقلال أو مناسبة وطنية أو ما شابه ذلك. جاء تقرير يوم 16 ديسمبر عن موضوع اعتقال الأطفال وإساءة معاملتهم، من الأمور، العنوان من الأمور وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين، هاي العنوان اللي اختارته أمنستي، سوء المعاملة والتعذيب من الأمور المعتادة. يريد يشير الأمور المعتادة يعني مو حدث جزئي، مو تصرف بعدين شخصي، ما هي، لا، وإنما من الأمور المعتادة يشي إلى سياسة ممنهجة. عبارات المجتمع الدولي الحقوقية بعض معانيها. وذكر بالنص أن البحرين تبدي استخفافا صارخا بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بإقدامها على اعتقال مشتبه بهم تحت السن القانونية، تحت السن سماها، والزج بهم في السجون. السن المعتبر للأطفال وفقا لاتفاقية مناهضة أو سوء المعاملة مع الأطفال حماية الطفل 18 سنة، والمجتمع الدولي يحاكم الدول على هذا الأساس. يقول أنهم تعرضوا لعصب أعينهم وللضرب وللتعذيب أثناء احتجازهم على مدى العامين الماضيين. بعدين في التصريح سعيد بومندوحة يقول على مدى الثلاث أعوام الماضية. كما تعرض أطفال آخرون للتهديد بالاغتصاب، وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه. نص يمثل قناعة المجتمع الدولي تجاه من؟ تجاه الأطفال. التقرير ذكر أن في الآن في الوقت الحالي بحسب وقت صدور التقرير 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 عام و 18. ماذا يبقى من دعاية تقدر تسويها مع هذا النوع من التقرير؟ وش تقدر تسوي من دعاية إذا جت أكبر منظمة دولية في العالم، أكبر منظمة دولية في العالم على الإطلاق، وجدت وقالت لك أنت تعذب الأطفال، أنت تهدد الأطفال بالاغتصاب، ليش؟ تنتزع منهم الاعتراف، خلاص أنت تلبس بعد غشواية وبوشية وتستحي تطلع أمام العالم، مصيبة. ماش تطلع تقول؟ ما أي مسؤول وش يقدر يطلع يقول؟ طالبت الأمنستي إطلاق سراح الأطفال المعتقلين تحت سن 18، إجراء تحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، مراجعة التشريعات القائمة للقوانين المحلية لتتوائم بالكامل مع المعايير الدولية. فكرة المراجعة، لأنهم أشاروا إلى فكرة القوانين اللي صدرت جد حديثا، واحد من القوانين بمعاقبة أولياء الأمور، وطرحت الموضوع بطريقة مستهجنة،
وهذا الطلب باتجاه التزام باتفاقية الطفل وسائر المواثيق الدولية وإعادة اللي هو وضع أشرنا إليه سابقا، والدولة توغل لا زالت توغل فيه، أن الدولة عايشة خارج إطار العصر، مؤسسة السلطة عايشة خارج إطار العصر. إطار العصر يقول الطفل إلى حتى لو ارتكب فعل مخل، ولذا كانوا يطالبون باستبدال العقوبات. موضوع التعذيب، موضوع التعذيب والتهديد بالاغتصاب، وهذا جريمة. لو أنت عندك طفل سواء كان سياسي أو غير سياسي قام بعمل، في فعل سياسي أو غير سياسي قام بعمل معين، يجب أن تراعي طفولته. فكرة الموائمة القوانين ليقول هذا التقرير وهذه كل التقارير أن أنتم خارج العصر في قوانينكم، يعني القوانين اللي تسطرونها تطلعونها حبر تسطرونها على أوراق بإرادات فردية لا تمثل روح المجتمع وإرادة، ما لها قيمة في المجتمع الدولي، ما لها أي قيمة في المجتمع الدولي، وتسبب جريمة مزدوجة، الفعل جريمة وتقنينة جريمة. مو تقول أنا لما أحط عليه قانون يصير مشروع، لا، يصير جريمتين، جريمة تشريع وجريمة الممارسة، أول ممارسة من غير تشريع، تقول أنا أسويها الحين شو اسمه أقوم أسويت جريمة ثانية. هكذا ينظر يقرأكم العالم، أنتم جبتوني لهذا إلى روحكم، ما أحد جاب إلى. خطاب المعارضة في العقد الأخير وفي السنوات الثلاث الماضية من الثورة، كيف قيمه العالم وكيف كان الخطاب وكيف قيمه العالم وكيف قيم الخطاب وكيف قيم العالم خطاب السلطة. تميز خطاب المعارضة بالانتماء إلى القيم الإنسانية السائدة والمستقرة هذا اليوم، ستجد في خطاب المعارضة المساواة قيمة ثابتة محترمة بالرغم من كل الظروف التي الصعبة التي يعاني منها المعارض، إلا أن خطاب المعارضة لم يفتقد قيمة الإنسان والمساواة بين أبناء البشر. ما نجر إلى تخندقات تقسم أبناء البشر على أساس العرق أو الطائفة أو الدين ويعطيهم حقوق متمايزة نتيجة لذلك. فكرة المساواة هذه تناغي إنساني، هذه الفكرة اللي انطلقت في الثورة الفرنسية واستقرت الآن، وانطلقت قبل في الإسلام لكن لم يتم احتضانها عالمياً، لأن المسلمين جزانا الله ألف خير إحنا مسحناها بعد رسول الله، مسحناها ما خليناها قيمة مستقرة، فاستقرت بعد ذلك في التطور المدني الإنساني. خطاب المعارضة احتضن هذه القيمة وحافظ على احتضانها باستمرار. خطاب السلطة قسم الناس إلى قبائل وإلى طوائف، قسمهم في الخطاب وقسمهم في الواقع العملي. خطاب المعارضة احتضن المواطنة وقال الحل ينطلق من المواطنة، المطلوب إنشاء دولة المواطنة، المطلوب تأسيس النظام السياسي على أساس المواطنة، المواطنة التي تكون الشعب، الشعب مصدر السلطات. وقال الخطاب الآخر لا، القبيلة، التمايز الطائفي.
تمسك خطاب المعارضة بالحرية قيمة مطلقة لا تحدها إلا الحدود الضرورية للحفاظ على حريات الآخرين في مجتمع ديمقراطي، بينما كان خطاب السلطة ولا زال موغل في الأمن، العسكرة، صرف على الأمن، صرف على العسكرة، تبجيل العسكر. دولة المدنية ما تبجل واجد في العسكر، دولة المدنية تسلط الضوء على المجتمع. من تشوف العسكر في أي دولة يصيرون أكثر، هاي معناه الأزمة، المجتمع ما هو يعيش حالة المدنية. مجد خطاب المعارضة الحرية وبرر خطاب السلطة القمع والاستبداد، مجد خطاب المعارضة احترام حقوق الإنسان والانتماء لهذه المعايير، وعلى أساسها صاغ برامجه في حقه في التظاهر والاعتصام، واتكأت السلطة على مفاهيم القمع استبداد. حتى يجي مثل هذا التقرير في يوم 16 ديسمبر ويقول إذا معدبين الأطفال فما بالك بالكبار، إذا قوانينهم في الطفولة ما تتلائم مع القوانين المجتمع الدولي فما بالك بالقوانين الحريات العامة، الاجتماع، قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجنائية، غيرها من الأمور. انتمى الخطاب المعارض إلى الديمقراطية كنظام سياسي وقيمة صالحة إلى تأسيس العدالة والاستقرار في المجتمع، وتكلمت السلطة بلسان الماضي، تكلمت السلطة بلسان الماضي، ورفضت روح الديمقراطية وجوهرها الاحتكام إلى الشعب، فترفض أي شيء فيه اسمه شعب، استفتاء مرفوض، شعب لا مرفوض، انتخابات على أساس المواطنة والمساواة مرفوضة، وأصبح حديثها عن الديمقراطية مجرد تندر يثير الضحك في العالم أجمع. ما يصير بعد إذا حكومة 43 سنة وتتكلم إنها بالتعيين ما لا شمت موافقة شعبية وتتكلم عن الديمقراطية، يصير استهزاء. أنت تضع نفسك موضوع، أنت تضع نفسك موضوع. اعتمد خطاب المعارضة على المصداقية العالية والانتماء للحقيقة، فقلنا بأن هناك تعذيب، وقالت السلطة لا تعذيب، وثبت التعذيب. قلنا هناك هدم مساجد، وقالت السلطة لا هدم مساجد، فثبت هدم المساجد. قلنا هناك استخدام مفرط للقوة، وقالت السلطة هناك استخدام محدود للقوة وفقا للضرورة، وقالت تقارير المنظمات الدولية وبسيوني والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومناقشات جنيف، وكل من فتح عينه على البحرين قال بأنكم تستخدمون القوة المفرطة وأنكم تصادرون حرية التعبير والتجمع السلمي، وإنكم وإنكم، فما قالت المعارضة قول واختلفت معها السلطة إلا ثبت المجتمع الدولي قول المعارضة، وكذب السلطة. مو إحنا راجعوا جنيف، مو إحنا جنيف، مش منظمات بعد دولية، مع أن المنظمات الدولية ما تميل إلى المعارضة على حساب السلطة، لا، المنظمات الدولية بلا بتقول عنها درجة مصداقيتها هي مصداقية، دانا والنظام السوري، دانا والنظام السوري، بس بالأمس بعد تطلع منظمة أعتقد الأمنستي أيضا له Human Rights Watch وتقول إن أيضا في السجون الخاضعة إلى هذا الفصيل
العسكري في سوريا في تعذيب وفي قتل الأطفال وفي ما شابه ذلك. لو كانت المعارضة ارتكبت شيء راح تجي إدانة دولية من المنظمات الدولية. ما عندنا. عندنا إشارة يتيمة من السيد بسيوني عامة نتجت من محاولة موازنة السيد بسيوني أمام جبل من الانتهاكات، فجاب عبارة عامة بلا أي مصادق، وأشار إلى أن هناك عنف لفظي أو ما شابه ذلك ضد السنة. عبارة عامة ما لها مصادق، بس حتى شوية موازنة. في مليون عبارة أخرى على فعل العنف اللي يقوم به النظام. فتميز خطاب المعارضة بالمصداقية العالية والانتماء للحقيقة، وعلى نقيض ذلك كان الخطاب الرسمي. لذا سجل العالم احتراما للمعارضة ورقيها عبر تقرير بسيوني ومجلس حقوق الإنسان وعبر المنظمات الدولية الحقوقية ومراكز الدراسات والإعلام العالمي، ونظر على نقيض ذلك إلى الخطاب الرسمي فشخصه بفاقد للمصداقية، متمسك بالرجعية والماضوية والتخلف. وهذا نوع من الصراع الحضاري في معركة اشتبك اليوم بعنوان الثورة، بعنوان التحرك الشعبي، ولكن لها آفاق حضارية. فهذه هي آفاق الحضارية في الصراع، بعض آفاق الحضارية في الصراع. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.